يعني دائما نحن بنسأل حالنا ليه ردات فعلنا اوقات بتكون سلبيه، اوقات يمكن ما بنقدر نتحكم باشياء كثير بتمر بحياتنا، وبتكون ردات فعلنا عن جد يمكن مؤذيه لبعض الاشخاص او مش بمحلها. اليوم لنعرف اكثر مع اللايف كوتش كارلا مطر عن هذا الموضوع، بدها توجهنا اكثر كيف ممكن نغير بردات فعلنا السلبيه او نقدر اكثر انه نتحكم فيها. كارلا صباح الخير. هلو زينة، كيفك؟ دايما بوزيتيف كارلا، يعني هيك اول ما تطلعي بنحس هيك بالبوزيتيفيتي اللي بتعطينا اياها رغم اللوك داون ورغم كل شيء، الصعوبات اللي عم نمرق فيها. ان شاء الله. على كل حال هول الاشياء بنتعلمهم، وانا متاكده انه كل شخص بيشتغل على حاله بيقدر كمان يوصل لهذا الموضوع ولهالنسبه من الايجابيه ان شاء الله. ويمكن كرمال هيك بيكون في موجود بحياتنا لايف كوتش، وكل حدا منا بحاجه لتوجيهات معينه. كارلا، اذا بدي اسالك اليوم شو يعني رده فعل سلبيه؟ يعني امتى فينا نقول هيدي رده فعل سلبيه؟ بتعرفي كل واحد بحياته قاطع اوقات بفترات، مين منا ما بيقول يا الله يا ريت ما عملت هيك، ما كان لازم اقول هيك، تصرفت هيك، كان لازم افكر اكثر. كلنا بمراحل معينه بنقطع فيها، يعني هيدا ما في انسان معصوم عم بخطا، ما في حدا بيتصرف 100% على طول التلمية. بس في اشخاص عندهم اياها مفرط، يعني حدا حكاني شغله بنفس الثانيه بكون عم جاوب شيء ممكن يخلق مشكله، ممكن يخلق تنسيون، شيء نيجاتيف بالجو، ممكن يكون عم نفكر بطريقه وحده بتضر النتيجه اللي انا بدي اياها. فردات الفعل كثير مهم انه نكون عم نتحكم فيها، لانه بتاثر على جو البيت، على العمل، على طريقه تعاملنا مع الناس، على استقبالنا للاخر، وكيف الاخر بيكون عم بيقشعنا وبيتصرف معنا. سو اشياء حياتيه وضروريه. ويمكن اوقات كارلا بتظلم الاشخاص، يعني في اشخاص اوقات ردات فعلهم ما كثير بيكونوا يمكن يعني بيعطوا الصوره الحقيقيه عن هيدا الشخص، بس هو بيكون عنده ردات فعل سريعه بيرجع بيروق بعد فتره. مزبوط. مشان هيك رح احكي اليوم عن اذا بدك اثنين خصائص لشو معناتها ردات الفعل تكون سلبيه. اول شيء لازم الاشخاص يكونوا بيعرفوا انه ردات الفعل السلبيه بتضرنا اكثر ما بتضر الاخر، يعني عاده لما واحد يجاوب بسرعه ينطف يتصرف انه انا والله فرجيته انه ما معه حق او غلط وما في يحكي معي بهالطريقه، بس بنكون عم نتفاعل سلبيا بتاثر علينا. كيف؟ اول شيء على مستوى الجسم، على مستوى الصحه، على مستوى العقل والتفكير. لانه اول ما نبلش نعطي شيء سلبي، يعني حتى لو قلنا كلمه نو بطريقه بشعه او حيالله تعبير، بنكون عم نبلش نعمل عم نخلي نفرز ستريس هرمونز مثل الكورتيزول، مثل هرمونز ثانيين لهم تاثير سلبي على جسمنا كيف عم بيتصرف، على عضلات القلب، على الشرايين، تصلب الشرايين، مش تصلب الاصلي، يعني الستريس تبع الشرايين، على نسبه السكري بالجسم، على كثير امور، اضافه الى انه بتكون عم بتخسرنا بمواقف نحن بنكون بنتمنى انه نكون عم ننجح فيها. بدل ما نكون عم نتقدم لقدام بنكون عم نخسر لورا. سو اول شغله اذا بنحسن ردات الفعل اللي عندنا بنكون عم نخدم حالنا قبل ما نكون عم نخدم الاخرين. وهيدي تنخدها بعين الاعتبار وان شاء الله تكون حافز للناس يبلشوا يشتغلوا على حالهم تيصيروا بمحل احسن. ثاني نقطة بدي أقولها عن ردات الفعل، إنه على طول في أوبشنز ثانيين، على طول في طريقة ثانية فينا نختارها، أو بالحكي، أو بالتصرف، أو بخيار معين بوصلنا لمحل ثاني. كارلا خليني اسألك سؤال، هيدي يمكن الطريقة الثانية اللي عم تحكي عنها، هل هي شوي مرتبطة بركة بالتربية؟ يعني اليوم نحن وصغار يمكن كيف بنتعامل مع أولادنا لنعلمهم إنه يصغي بس حدا يكون عم يحكي، إنه نفكر قبل ما نجاوب، هل هيدا الشيء مرتبط بموضوع إنه ردة الفعل إذا بدنا السريعة أو ما خاص؟ أكيد أكيد مرتبطين ببعضهم، بس ما فينا كل شيء عم نتصرفه بطريقة غير صحيح
نصير نقول ولا مش حق علي الحق على أهلي لما كان عمري 5 سنين عنده هيدا الشيء. اليوم كلنا بمحل لازم، وهذا اللايف كوتشينج يعني كل إذا بدك الدراسات اليوم بتقول ما فينا نضل معلقين مطرح ما حملنا معنا. يعني الشيء اللي حاملينه بدنا نوقفه وبدنا نقول أنا أوكي وضعي هيك، تأثرت أنا وصغير وأنا وكبير ومع زوجي ومع أمي ومع بيي، بس اليوم أنا بدي أكون أحسن. سو من هون يلي عم نحكي كيف واحد يغير ردة الفعل، لأنه ما بدنا نكون حاملينه كلهم على ظهرنا، ما في الواحد يتقدم لقدام. الخصائص الاثنين إن شاء الله يكونوا بالأول شيء اللي عم بقولهم تيحفزوا الناس يغيروا، أول نقطة تانية لإلنا. هلأ إذا بدي نقول شوي حتى نكون عم نفيد الناس كيف فيهم يغيروا يصلحوا ردات الفعل الأساسية اللي عندهم إياها. أول شغلة رح أحكي اليوم عن 4 أو 5 أو 6 نقاط، أكيد في نقاط أكثر بس عامل الوقت رح نلزمهم بهي. أول شغلة لازم يعملوها إنهم ياخذوا وقتهم قبل ما يجاوبوا ويتنفسوا. هيدا النفس العميق. يعدوا 5 بالقلب، يعني 5 4 3 2 1. أوكي هلأ صار فيه فكر، يعني هالخمسة سجون اللي بياخدوهم قبل ما يعملوا ردة الفعل وقبل ما يجربوا وقبل ما يتصرفوا بتكون كتير بتساعد. هلأ في كتير أشخاص بيعرفوا هاي الفكرة بس بيقولوا ما بنعرف نطبقها، مشان هيك بالنقطة الثانية اللي هحكيهم كيف ممكن يساعدوا حالهم ويطبقوا الوقت اللي بدهم ياخذوه لحالهم تيكونوا عم بفكروا. كارلا بس هون كمان في شغله بدي اقول لك عنها، يمكن هي كمان مرتبطه شوي بالفعل، يعني هي رده الفعل عاده بتكون ناتجه عن فعل معين، يعني في اشخاص بيقولوا لك مثلا ما قدرت طول بالي، ما قدرت رديت قوام جاوبت قوام، يمكن قد ما كان الفعل هالقد شكل اذى لهيدا الشخص، بقى رده الفعل كانت هيك انيه مثل ما بيقولوا، بلا تفكير. ميرسي على البروجكسيون اللي عملتيها للنقطه الثانيه اللي انا بدي احكي فيها. النقطة الثانية بتقول control your thoughts، يعني تحكم بأفكارك، لأنه مثل ما أنت عم بتقولي وكل الأشخاص هيك بفكروا إنه ليش أنا صار عندي ردة فعل؟ أنا موجود هون، الحدث يلي زعجني موجود هون، يعني حدا حكاني أو فتح موضوع مني استفزني مني مبسوطة فيه، وردة الفعل هي هون، بفكروا 1 2 3، بس بالحقيقة منا هيك. يعني توصلنا من 2 لـ3 من الحدث لردة الفعل في عاملين، أول عامل هو الأفكار، يعني لما صار في هالحدث أنا في شيء برم براسي وحكي معي وقال لي هذا الشخص ما بحبك مشان هيك عم تحكي مشان هيك تصرف هيك، هذا بده يشلك محلك ويقعد هو محلك، في فكرة إجت على راسنا، هالفكرة يلي طلعت هي عملت لي شعور، هالشعور اكيد سلبي فانا عملت ردة فعل سلبيه. يعني في عاملين بين اول ما صار الشيء، هي الفكره شعور والشعور هو يلي عطاني ردة الفعل. سو اذا بنبلش نفكر بهي الطريقه شو بنكون عم نعمل؟ بنكون عم نقسم عم نقسم كل شيء عم بيصير معنا وعم نقدر نفهم هالشيء بطريقه احسن. لما نكون عم نفكر نقول ناخذ وقتنا بدنا نغير على مستوى الفكره، على مستوى الفكره نبلش نقول شو عندي اوبشنز، شو ممكن يكون قاصدي، يمكن عم يحكي عن محبه، عنده مشكله واليوم نهاره منه منيح مشان هيك حكي هيك، كون انا قدرت اعطي اوبشنز حتى هالاوبشنز براس الافكار يقدروا يوصلوني لحل، هالحل هو ردة فعل مناسبة. وضروري ردة فعلنا يكونوا بيخدمونا، يعني مش بعدين نندم عليهم بنقول يا ريت ما هيك صار، وإجمالا لما يكون واحد عم بفكر بيكون عم بياخذ قرار عم بيخدمه وعم بيساعده وعم بيكون القرار صح. يعني كارلا انا بدي اتشكرك اول شيء على كل هالمعلومات القيمه اللي اعطيتينا اياها، ويمكن نحن اليوم بحاجه لها لانه عم بنمر بظروف كثير سيئه بتاثر سلبيا على شخصيتنا وعلى ردات فعلنا وعلى كل تعاطينا مع الاشخاص، ويمكن هون كمان لازم دائما قبل ما نحكي نفكر ونبرر شوي للاشخاص
من أفعالهم أو من كلمات ممكن يأذونا، لأنه بتكون ناتجة عن زعلهم أو تعصيبهم هن كمان من شيء، وهيك بنقدر شوي يمكن نخلي الإصغاء والحديث هو اللي بيكون مسيطر على تعاطينا بين بعضنا. أنا بدي أتشكرك كتير كارلا مطر اللايف كوتش لليوم على كل المعلومات القيمة.